بنبدأ بسم الله ورشة العمل اليوم، وهذه الورشة تم الإعداد لها من خلال ورق عمل بين أيدي حضراتكم. قبل ما نبدأ الحديث، يشرفني اليوم لقاء حضراتكم باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان. برحب بضيوف المجلس القومي، الأخ العزيز الأستاذ الدكتور حسام مساح أمين عام المجلس القومي للإعاقة. برحب بسيادة اللواء أبو بكر مساعد أو الوزير الداخلية ورئيس قطاع حقوق الإنسان، ويعني بادرة جميلة اليوم أنه بيشاركنا في هذه الورشة، والحمد لله أنه في قطاع وزارة الداخلية، في وزارة الداخلية أصبح هناك قطاع كامل لحقوق الإنسان، ودي يمكن أحد مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو. برحب بالأستاذة الدكتورة نجلاء العدلي، مظبوط كده؟ مظبوط. المجلس القومي للمرأة. طبعا أنا مش هرحب بالأستاذ الدكتور عبد الغفار شخر، هو اللي هيرحب بالجميع لأنه هو أستاذنا وأستاذ الأجيال ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. أنا هسيب كلمة المجلس طبعا لأستاذنا الأستاذ عبد الغفار شكر، ويتفضل مشكورا. سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، الأستاذ الدكتور حسام المساح أمين عام المجلس القومي للإعاقة، الأستاذة الدكتورة نجلاء العدلي مدير عام التعاون الدولي في المجلس القومي للمرأة، الأستاذ الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، السيدات والسادة ضيوفنا الأعزاء، يسعدني أن أرحب بكم وأتقدم لكم بجزيل الشكر لتلبية دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان لحضور ورشة العمل المنعقدة اليوم، وموضوعها احترام حقوق الإنسان وذوي الإعاقة في مؤسسات الدولة. وتستهدف هذه الورشة تعزيز فهم قضايا الإعاقة وتعبئة الدعم لكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة والوعي بحقوقهم والعمل على تحقيق رفاههم، وترمي أيضا إلى تمتعهم والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين بالمجتمع. تسعى هذه الورشة كذلك لإدخال قضايا الإعاقة في منظور التنمية، مما يعني التركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم من عوامل التنمية والمستفيدين منها في المجتمع الذي يعيشون فيه، ولتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإسهام في التنمية والاستفادة منها، وهو ما يستلزم معه وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج تعنى بالإعاقة في خطة التنمية. فالأشخاص ذوي الإعاقة أعضاء في المجتمع، لهم حق البقاء ضمن المجتمعات التي ينتمون إليها، وينبغي أن يتلقوا الدعم الذي يلزمهم داخل الهياكل العادية للتعليم والصحة والعمل والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على حد سواء، مما يساعد على دمجهم بالمجتمع وتحقيق المساواة بينهم وبين نظرائهم. وعليه فإن برامج الرعاية الصحية والفكرية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي توفرها العديد من الدول هي حق كفلته لهم أحكام القانون الدولي متمثلة في قرارات الأمم المتحدة وكذلك في الدساتير والقوانين الوطنية. تعد السياسات العامة والمتبعة إزاء الإعاقة في الوقت الحاضر حصيلة تطورات حدثت على مدى عقود متتالية، وهي تعكس من نواحي كثيرة ما كانت عليه الأحوال المعيشية العامة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في أزمنة مختلفة، غير أن هناك في مجال الإعاقة
كثيراً من الظروف الخاصة التي تؤثر في أحوال معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، فالجهل والإهمال والخوف عوامل اجتماعية تسببت طوال تاريخ الإعاقة بمصر في عزل الأشخاص ذوي الإعاقة وتأخير تنميتهم وتطورهم، فضلاً عن أن قلة البيانات الحالية عن الإعاقة من جهة وعدم دقتها من جهة أخرى قد دفعتا إلى الحد بدرجة كبيرة من إعداد بيانات وإحصائيات مقارنة بشأن انتشار الإعاقة على نطاق شامل وبشأن الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من توافر بعض البيانات عن الوقاية وإعادة التأهيل، لا توجد في الواقع أي بيانات عن القضايا المتعلقة بتكافؤ الفرص وعن تقييم تكافؤ الفرص. من المفيد مقارنة البيانات بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في المجتمع، وخاصة أيضاً فيما يتعلق بالمميزات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرئيسية في وقت واحد، وحيث أن العبء الأكبر يقع على عاتق الدولة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع وإشراكهم في خطط التنمية على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، كان العمل على إعداد هذه الورشة بعنوان احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مؤسسات الدولة، التي نقترح أن تتضمن توصياتها بعد مناقشاتكم لهذه المسائل المتعلقة بهذا الموضوع ما يلي: القيام بمبادرات وورش عمل لتدريب المدربين والعاملين المتخصصين في مجال الإعاقة. ثانياً، نشر الوعي والثقافة بأهمية الاهتمام بقضايا الإعاقة والعائد الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع ككل من حسن التعامل معهم. ثالثاً، إدماج الأطفال المعوقين في عملية في صلب المنظومة التعليمية. رابعاً، تدريب وتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل نسبة 5% المقررة لهم بنص القانون لضمان تشغيل ورفع المستوى المعيشي لهم. خامساً، تيسير إمكانية التواصل مع البيئة والمعلومات والاتصالات، وهو ما يعد أمراً أساسياً لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس متكافئ مع الآخرين في جميع جوانب الحياة بما في ذلك صنع القرارات والسياسات. سادساً، ضرورة التوعية بأهمية إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يهدف إلى تمكينهم من بلوغ وحفظ المستوى الأمثل على الصعيد المهني، على الصعيد البدني والذهني والنفسي، بحيث يتوفر لهم الأدوات اللازمة لتغيير حياتهم ورفع مستوى استقلالهم الذاتي. سابعاً وأخيراً، تحقيق تكافؤ الفرص، وهو ما يجب أن يتحقق من خلال عملية تكون من خلالها مختلف نظم المجتمع والبيئة مثل الخدمات والأنشطة والإعلام والتوثيق متاحة للجميع ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة. ولا يفوتنا هنا أن نؤكد أنه كما يكون للأشخاص ذوي الإعاقة نفس الحقوق، فإن عليهم أيضاً نفس الالتزامات من بذل المزيد من الجهد والعمل والتدريب والرغبة في الاندماج بالمجتمع حتى يتسنى للمجتمع أن يساعدهم، بشرط توفر الظروف والإمكانات اللازمة لتمكين المعاق من تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته كعضو فاعل بالمجتمع. ومع إعمال هذه الحقوق يفترض في المجتمعات أن تعقد المزيد من الأمل على الأشخاص ذوي الإعاقة، وينبغي أن تتخذ في إطار عملية تأمين الفرص المتكافئة توفير ترتيبات تيسر للأشخاص ذوي الإعاقة تحمل مسؤولياتهم كاملة بوصفهم أعضاء بالمجتمع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. السيدات والسادة الحضور الكريم، شكراً لكم مرة أخرى على استجابتكم لدعوتنا وعلى حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي أن أشير إلى أن هذه الكلمة
التي نفتتح بها هذه الندوة هي من إعداد الدكتور أحمد إسحاق الباحث القانوني بوحدة ذوي الإعاقة، ويجب أن نعطي لكل إنسان حقه، فهو أيضاً من ذوي الإعاقة وهو أكثر قدرة مني على أن يطرح مثل هذه القضايا التي نفتتح بها هذه الورشة باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشكراً لكم.